بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بزغطل حتى نريو انتايو. يقول السائل: هل يشترط من قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان؟ نايقدن دي ويك أقدم هناتي خونا ناريو كنك أرئن كالناسي ملحسنا من كسغاس ويذكر نقبر كلنا ملحسكا من كسغاس ويذكر نقبر كل حدا سبب انت دا ملحسو زين كساقسي ويقرن كله ملحسو انت دا زين كساقسي ويكسجدن كله أبسلاتن كله قرآن قرن كله ويكا ذكر نقبر كله ملحسو انت دا زين كساقسي انت ايو فردنا اذا عينت سبب ويكا انت ايو تي تخكل زخوني مزعبا ذكر. ذكر الله تعالى من أشرف أعمال المسلم. ذكر الله تزبلت وتزعابي درجة أبن رب سبحانه وتعالى إيو ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا يقتصر الذكر على اللسان بملحس رح زقبر ذكر أو يعني تحاج إروز تعرف نقر يكون بل ذكر كون العليو ناي لب اللو ناي ملحس اللو ناي أكلتنا اللو لز ناي قلب اللو ناي ملحاس اللو ناي أكلاتنا اللو ازي بمولو ازي أذكار كنقبر اللو انتايو مشروعيو ناي لبي باوندر كتقبر تفكر كتقبر ناي رب سبحانه وتعالى فقري ناي رب سبحانه وتعالى كبرت ناي رب سبحانه وتعالى عبيت ناي رب سبحانه وتعالى فرهي ناي رب سبحانه وتعالى تسفى ازي كل ازي عبادة ناي ذكر ناي منيو ناي لبيو أوجديو تتفوت وربي تتذكرو تتخبرو تي قدميات هبو إذا كل زين تايو سرحنا يلبيو إذا ذكريو. وذلك إتني أكلاتنا تقول كأخذ سجدن كلها كيد كا سرعة كتهبن كلها حاجة كتن كيد كلها وقت جبر كلها إن مسجد كتخيد إذا كل زخاني أكلاتنا تايو زني أكلاتنا ذكريو. وكذلك نعم الحسنة ذكر خاله نعم الحسنة ذكر كأ الله. نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة ألا في الجسد مضغة فإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد الكل ألا وهي القلب. وكما قال عليه الصلاة والسلام إذ انتأيو إتي أصلنا يذكر انتأيو قلبي مالتي سلازي كل جزي إتي نايم الحاس ذكر نقبره بلبي ماش مزخون تزلع عليه هاي درجة تزلع على درجة ناي يعني سمرة در إنا ويكا تي انتايد بهال تي تغميزر إنا بيوتنا تفرهي زمت علنا فقري زمت علنا نيربي كل جزي إتي نبلو بملحسنا مسلبنا ماش مزقبر كل جزي انتاي ثمرة نايتي ذكر الله نمنتاي اتي قلبي وانا عزازي ناي اكلاتنا سلازخونة اتي قلبنا عزازي ويكا نقوس ناي اكلاتنا سلازخونة. والله سبحانه وتعالى انتاي بل ولا تطع من اغفلنا عن ذكرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اذا انتاي لبي غافل زخونة وحنقولوا أهوانا وتزغتل نزيهم انتاي اي تكتل لهم نزيهم اي تسمعيهم نمنتاي تلبهم كابني رب سبحانه وتعالى ذكر زرحاقيو اذا حنقولهم كيفهم زخوريهم يعني قايد زي بلهم يوم سلزيهم عين الزاعتهم سبات زيعتهم انتاي تكبر اي تكتل لهم نعاتهم اي تسمعيهم. اذا وذكر الله باللسان او بالجوارح بدون ذكر قلب قاسر جدا سلزي بزي اللبي التبلو بملحس كذكر كل جزء انتعيو قدوليو يغونن ايكونن ايكونن زربا. نعم ممكن اجير كتركب تخيلي خا يقم زرقي مسبحون دا صحابة قولو عداقو زقبر دشيط اللوت يزاربكا بزي مسبحان دا صحابة ممكن ذكري قبر يهلو تذكر ناتكا فاليد ايكونن كبهال ايكلني لانو يذكر قن قاسري ونعم قاسري نمنتاي تملحاسون لبون حالي كونا نتزقبرو زلو خالي وتزقبرو زلو خالي سلازي تمولو ذكر زبها لنتاي ملحاس كان لبخان بحادة قوانون كلو
إذا تزبلت ذكري مالد. وأما ذكر الله باللسان فهو نطق بكل قول يقرب إلى الله وعلاه قول لا إله إلا الله. ذكر باللسان بار كتب له قد خيلا لك ملحز كانتاي كنك أساقس خيلا له إذا كانتاي قول لا إله إلا الله قراءة القرآن قرآن كفيد كانت الآن ملحز كخينك أساقس كسؤول كاتوري أخانك قريكا يتبهالني خان قريكا يتبهالني خان قريو مالد انتايو ملحاسو وتحروف أنك أساقسو مالد. ولذلك نعم والأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل أذكار الصباح والمساء أذكار الخروج من المنزل دخول إلى الخلاء دخول المسجد خروج من المسجد الأذكار في الصلاة داخل الصلاة أذكروا زي بملحاس بهالي يا جماعة سلزي بملحاس كنبلوغ نقل لنا نقرر نقل لنا ملحاسنا عاول كقراءة يكونن قل ملحاس كخن كأساقس كخيلة اللو سلزي قريء كاتبهال. وكذلك نبي صلى الله عليه وسلم انت أمزبلو من قال لا إله إلا الله إلى آخر من قال إذا خرج من بيته يعني توكلت على الله ولا حول ولا قال انت دقيلو كتب له لك بملحاس ك إذن سبحان الله بحمد من قال سبحان الله بحمد في يوم 100 مرة خطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر. قا من قال زبلي مبال مالت كنتايو ملحاسو عقلش ملحاسو بزنك أساقس سلازي قراءة قبهالن كله ملحاس كاختن قصاصا لك سلازي أذكار كنقبر نكلنا كم زبالكو قرآن كنقبر نكلنا ملحاسنا عنن قصاصا لنا. وكذلك أذكار الصباح والمساء كبقزاخ نعطون كنواتن كلنا كنعطون كلنا إذكي سبحان الله كنبل الحمد لله كنبل أزوخو اللوزين تايد لينا ملحاسنا كنك أساقس كنقل ألنا. عن إمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانه. إمام مالك تحاتيتم انتهي لهم حدث سبسي أبسلاتهم كله نفسه يسمع قال سبا يسمعه ملحاس وينك أساقس إذا سخميت صلاته لهم استحاتات انتهي لهم ليست هذه القراءة وإنما قراءة ما حرك له اللسان قراءة زبها لا يكون عن الزبالة قراءة ما حرك به اللسان إلى إمام مالك أنت ما علتي ملحاسك أساقسك خير الله لذي ملحاسك مثلك أساقسك أنت تبهال قريك تبهال ما علتي. القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف ألا ترى أن المصلي نعم وقال شيخ ابن عثيمين رحمه الله القراءة لا بد أن تكون باللسان فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزي بصلاة أتيخا أنت دعام الحاسكا زينك أزعزكا سوء أنت حردلك أنت أيو لا تجزي صلاة كاتخك لا يكون أن يبلو شيخ ابن عثيمين رحمه الله سلزي سامرايز كن قبرو إتي أذكار عموم أما الحاس تحاس أرنقر يكون أذكار ناي لبلو أذكار ناي ملحاس هلو أذكارنا أكلات الله أذكارنا يلبي كم زبالكو قدما بيلي تنارب سبحانه وتعالى عظمة كبرتنا أتو فتوة فرهي تسفى تخلو نارب سبحانه وتعالى بلبنا عبادة نقبر له نسنتعيو ذكرنا يلبي نايسرحنا يلبي. وكذلك تجوارح ناتنا خا جهارك تغيدن كلخا قدكم كلخا قبوخت واتسن كلخا التعب إنك لها زغل لزين تأيو ما أجوري أجر لك حاجك تخيد إنك لها كتسمى إنك لها كتنك أساقس إنك لها بباس بترين بقوله كتنك أساقس كلها نعبادة الكاهت واتس إنك لها نطلب العلم الكاهت واتس إنك لها نمزجد الكاهت واتس إنك لها نزيارة الكاهت واتس إنك لها تين تأي وقت قبره تتنك أساقسه مكينات خدو بأير تخدو زغل لزين تأيو ذكر الله سبحانه وتعالى ما أجور تخونه له رب سبحانه وتعالى أجري تعسب ذهبك هاي مالته إذن أكلات قون كله. وكذلك نعم الحاس ملحاس كأنتي لنا إذن كله أذكار قابوز لعلي قراءة القرآن قول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلقت أذكار الصباح والمساء شاقت أتخلق أعوذ من الخبص والخبائس وتوصن كلها غفرانك مزجر أتخلق يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح الأبواب برحمتك وتوصخلق افتح الأبواب بفضلك وإذا بمول عموم زنتائي ملحس كخنك أسعقس الله كتب لغت خيلا لك تميت الزبحال أتقول صري نبي عليه الصلاة والسلام زقبر وإتي مقير زخوني السوخة أخل جزي بملحس كتب لك. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام من قال قولوا قال زبلو وانتاي كتب لغت خيلا لك ويك أبلو زبلو نبي عليه الصلاة والسلام بملحس نانتاي كننك أسعقس كنك خيلا لنا. هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.